مشاهدي ام تي في، فطر سعيد وتمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية، وأن تحمل الأيام القادمة المزيد من الاطمئنان والازدهار والسلامة والصحة. وبعيدك بفطر سعيد دكتور، كل سنة وانت بخير. الله يخليك، شكرا. عيد بأية حال عدت يا عيد، كيف أتى هذا العيد برأيك؟ وسط بعد المتفجرات، ناس فجرت حالة، وضع أمني صعب، وضع اقتصادي أصعب، ماذا تقول للبنانيين؟ دائما لما بتطلع بنهار أسود بعمل جردة على الأيام اللي مرقت، ويمكن السنين اللي مرقت، وبتذكر أنه في أيام يمكن أشد سوادا مرقت علينا، ومع هذا وكله ما فقدنا إيماننا لا بالوجود ولا بالبلد ولا فقدنا إنسانيتنا. وأنا برأيي أنه طالما أنت متمسك بالأمل بتضل تطلع أنه بكرة أكيد بده يجي يوم ويكون أحسن. بيجي لوحده؟ لا طبعا، ما في يعني في شيء هيك، أو ربما أنت مش بالضرورة كفرد أنك تكون قادر تعمل كنترول أو تعمل أي مساهمة، في إلا مساهمة جزئية اللي هي الأمل، ربما اللي هي طبعا الأحساس الإيجابي أو الشعور الإيجابي اللي قد يساعد بهالحالة هذه. لأنه عادة لما كل الناس بتكون بوضع شعور سلبي فبالتأكيد تنعكس على كل العمل. أنا تعلمت كلمة من سياسي بحبه وبحترمه، بوقت من الأوقات كنا وصلنا بطرابلس، القتال قايم وما في، كل الطرقات اللي حاولنا نوقف فيه العمل، يعني الوضع، الفكر المذهبي والفكر الطائفي اللي كان قائم بين باع المحسن وباب التباني، كل المحاولات حسيت أنه وصلنا لحيط مسدود. فبيقول لي اللي عم بحكي انه انا وصلت خلص، يئست من هالوضع بقلب المدينه. مين قال لي؟ رئيس فؤاد السنيور على الحقيقه، كنا عم نتناقش بهالموضوع. فبيقول لي لا يوجد سياسي بدون امل. السياسي يجب ان يكون متفائل دائما، لانه اذا فقد السياسي التفاؤل ساعتها شو بدك تحكي مع الناس؟ فلهيك انا مصر اذا بتطلع على الماضي شوف شو اللي مرق معنا، وهلا كنا عم نناقش ورا يعني تحت الهواء ايام صح يعني مرعبه كانت واصعب بكثير. على الاقل على الاقل في جيل ربي، وانا بعتبر انه الجيل اللي عمره بين الاربعينات والخمسينات والستينات اخذ درس كثير قاسي، وهالدرس اللي كثير قاسي خلاه يخاف من تكرار التجارب الماضيه، فلهيك قلبه احن على بلده من اي واحد موجود هلا وصاير انه هو بده يغير الامور كلها. تصور طيب، بس دكتور بالشكل يبدو الانسان اللبناني عاجزا عن ان يحدث الفارق اللي بده اياه، بس عمليا كان في عندك امبارح انتخابات بلديه، الناس فاجأت العديد من المسؤولين والمراقبين، خصوصا عندكم بطرابلس، ببيروت، ببعلبك، بمناطق عديده. ما برايك في كلمه مهمه قالت؟ 100%، وهيدا أحد أهم عناصر الأمل، هذا اللي عم نحكي، التمسك بالأمل هو قناعة الناس أن على الرغم من كل الغيوم الداكنة الموجودة بالمنطقة كلها تسوى، على الرغم من الوضع الاقتصادي اللي فيه كتير من يعني بأحسن ظروف تساؤلات وجودية على البلد، على الرغم من تساؤلات الوجودية حتى على الكيان اللبناني، طلعت الناس لأن عندها نوع من التراديشن، نوع من الإرث التقليد، اللي هو أني أنا بدي أغير وربي المسؤولين وربي السياسيين وربي. بتطلع بتلاقي أنه الذهاب إلى الانتخاب بهالشكل اللي صار، وأنا ما بس بحكي عن طرابلس، أنا بحكي عن كل لبنان، رفض الهيمنة الأحادية، رفض وبعض الأحيان رفض للرفض، يعني بعض الأحيان عم برفض مش لأنه أنا حامل عنوان سياسي، عم قله لا المسؤول أو المهيمن أو الحزب أو أي تركيبة، قله أني أنا مني راضي، بدك تلاقي طريقة لحتى تحسن الوضع أو أنا رافضك بالكامل. هون صدفة ولا شيء آخر استقالتك من منسقية طرابلس قبل أشهر قليلة من الانتخابات؟ هل كنت شايف الوضع رايح هيك؟ هل لو بقيت
ما كنت خليت الأمور تروح بهذا الاتجاه؟ لا ما بعتقد. أنا بعتقد المنسق اللي استلم محلي قام بمهمة كتير كبيرة وكتير مهمة يعني مفيد. بس طبعا الأمور أبعد من خيار منسق بهذيك الوقت، لأنه عمليا كان في نوع من المد. بركي أنت معين. بدكش أنت تكون بالواجهة، قررت يكون في ضحية أخرى. خلين ممكن كمان يتطلع، بس أنا تحملت مسؤوليتي مثلي مثل غيري، أنا شاركت بكل الشغلة هذه. لكن أنا بدي أعترف أنه القضايا اللي لها علاقة بالمسائل اللوجستية، مسائل تنظيمية، مسائل اللي يعني فيها ترتيب أمور معينة، أنا مني خارجة. وأنا بقول لك يعني أنا بكره القضايا اللي أنت بتقعد هون وأنت بتقعد هون. أنا بفضل أني روح أقرأ وطالع وأكتب وأستنتج، ولا أني روح أقول أنت مهمتك هون وأنت مهمتك هون. ما عندي هال يعني هالميل الى القياده. يعني المنسقيه هي عمل قيادي سياسي ولا ميداني؟ عمل قيادي سياسي تنظيمي ميداني، يعني كلها على بعضها هيك. انا بقول لك انه ايه بالسياسه بحب دل احكي قد ما بدك، لكن اذا بدك تيجي تقول لي انزال على الارض وعمل بعمل تنظيمي مبني على اللي عم تقوله، انا بفشل اكيد. فينا نقول انه زحت ما يوقع الفشل ايامك؟ لا انا مشارك بالفشل، خليني اقول لك، او بفشل مشارك بالخساره. انا بعتبر حالي بتحمل مسؤوليه. ليش ما تقول انه ربما اللي عملته على مدى الخمس سنوات وصل لهالمحل هذا؟ لا انا ما بقبل ابدا اني انسحب المسؤوليه. انا مسؤول عن القضيه مثلي مثل غيري وربما اكثر. برايك الخطا اللي صار هو محلي ولا مرتبط بالسياسه العامه للتيار؟ لانه لم يكن الفشل ولم تكن الخساره محصوره بطرابلس وحده. فيني اكد لك على انه خساره الانتخابات بالمدينه بطرابلس بالذات هي مرتبطه بتفصيلات محليه لتصل الى سياسه عامه لها علاقه بتيار المستقبل وخياراته. وأنا بعتبر أنه حتى الخيارات الجيدة واللي بعتبر متمسك فيها أنا حتى الآن لتيار المستقبل كان سبب بالخسارة. ومن ضمن الشعار الكبير اللي هو شعار اللامذهبية اللاطائفية، التوجه الوطني، التسويات المجدية، التمسك بالدولة إلى ما هنالك، هيدي أحد أهم الشعارات اللي تواجهنا فيها وتحاربنا فيها بهالمعركة بالذات وحتى على مدى السنوات الماضية. فلهيك عمليا تقول لي ايه وفي تفصيلات محلية من ضمن اهمال اهمية المعركة، اعتبرت المعركة رابحة وجمعنا كل هالاطراف يعني خلصت. فعمليا دائما بيعرفوا المحاربين اللي بيدخلوا بالمعارك مجرد ما تعتبر حالك انك منتصر مسبقا تخسر المعركة. طيب دكتور، يعني لنشيل شوي الاعتبارات المحلية المتعلقة بالأسباب المباشرة للخسارة وبدنا نقارنها مع ما جرى ببيروت والمناطق الأخرى، شو برأيك أسباب أو العوامل الأساسية لخسارة الانتخابات البلدية؟ طيب خلينا نطلع من البداية. نحن سنة 2005 14 أدار، الناس نزلت بروحية مختلفة تماما عن روحية المنطق الإقطاع السياسي والمذهبي اللي حكم لبنان على مدى سنوات طويلة. وكان في أمال عراض، وهالأمال العراض كانت موجودة عند الطبقة المتوسطة اللي هي صغيرة، لكن طبقة اللي بتروح تحب تتعلم وتحب تطلع على مستقبل أولادها وتحب تلاقي بلد في فرص عمل وفي فرص اللي هي بتحرك الصغرى. كمان هي الأساس، العالم كله سوا، هاي الناس اللي بتحركوا. هول المعركة الانتظار طال، وفي محطات محبطة على المسار، محبطة بالتسويات، محبطة برائحة الفساد، محبطة برائحة الزبالة بالطرقات، محبطة بعدم قدرتك انك تتقدم فشخة حقيقية أو خطوات حقيقية باتجاه الأمل اللي أنت محبطة بداعش وما وراء داعش من فكر له علاقة بتطرف الإسلامي وبتطرف السني بالذات.
محبطة بأنك المنطقة كلها تساوى عم تغلي، كلها هالأمور بتجمع على بعضها بتوصل أنه الناس اللي ناضلت ودلت عم تتحمل عواقب النضال من سنة 2005 إلى سنة 2009 بلشت تحط تساؤلات وتحط وتتراجع وتجي تقول أنه أنا بعدني هونيك، أنتوا وين رحتوا؟ أنا بعدني عم بحلم بالبلد اللي وعدتونا فيه واللي قاتلنا معكم كرماله وتحملنا ونسقط منكم شهداء. يعني ما حدا عم ينكر لا محمد شطح ولا وليد عيدو ولا بيير جميل ولا حدا عم ينكر هالشيء هذا، لكن عم يقول للكل انه انتوا وين من اللي صار خلال هالسنوات هيدي. شفناكم كل واحد بمحل، واحد راح بقانون لقاء ارثوذكسي، واحد راح بسين سين، واحد راح بخيار سليمان فرنجية، واحد راح بخيار ميشيل عون، واحد صار على موقع نقيب بمحل معين صار بده يقوم الدنيا يغيرة الدين ومسائل طائفية على مقعد نيابي على موقع ضابط بمكان أمني، وبالمقابل مننزل على بيروت بيطلع رائحة الزبالة بوشنا. فكلها تهيدي بتعمي لك قلبك. على الأقل شو بتوقف بتقول أنا عندي طريقة واحدة، أنا ما لح أنزل عامل شغب بالشارع، مع أنه صار ولكن بشيء محدود بشكل محدود ومش هالناس هي المسؤولة عنه. أنا ما لح أطلع أعمل ميليشيا مشان أسقط الحكم ولا انقلاب، أنا عندي طريقة واحدة هي صوتي، بنزل لهونيك وبأرجيك أنه أنا مني راضي. فهيدي اللي ذوي الألباب المفروض شو يفهموها، أنه أنا بدي حسن، بدي غير، بدي أرجع. طيب رح نرجع نفوت بهذا الموضوع، بس في سؤال تفصيلي صغير. هل اللواء الوزير أشرف ريفي هو الذي قاد هذا التحرك، ولا عرف أنه هذا هو الاتجاه ونزل مشي معه؟ أنا بالحقيقة بطلت، يعني عم حاول قد ما فيني أطلع من ذكر الأسماء والشخصي. في حالة وانركبت الموجة تبعتها 100%، في حالة وانركبت الموجة تبعتها. وأنا بعتبر أنه الموجة اللي انركبت بالأخص بمدينة طرابلس مش هي ذاتها اللي كانت ببيروت، ولا هي ذاتها بعلبك، ولا هي ذاتها كل محل كان له خصوصية. في يعني خاصة نطلع على الأرقام اللي نزلت صوتت. أنا بعتبر أهم صوت كان بقلب مدينة طرابلس هو 75% اللي ما نزلوا صوت. هو الصوت الاحتجاجي الأكبر اللي اعتبروا أنه أنا ما بتعنيني هالقضية هيدي. ولما من أيضا من شرح 13% اللي ربحوا اللائحة اللي ربحت، اللي هن من إذا من شرحهم منلاقي ما كلتهم سوا، هن على نفس الموجة، لكن هي عدة موجات اجتمعت بقلب إذا بدك تسميه تسونامي خلينا نسميه تسونامي، أنا ما عندي مشكلة بهالأسماء هيدي. فبتلاقي أنه كلها تسوى عدة موجات اجتمعت، جزء منها ناس عم يدوروا على مواقع لقلهم أنه ليش نحن عنا رؤية حيثيتنا وبدنا ندور على موقع. فلاقوا هون ناس حكيوا عن عم يحتجوا على الإداء البلدي بالذات وهن الأكترية، ناس عم يحتجوا على تحالفات والتسويات اللي بتؤدي إلى عدم وجود ديمقراطية، ناس عم تحكي عن ترشيح سليمان فرنجية، ناس عم تحكي عن التراجع قدام حزب الله، ناس عم تحكي كلها تسوي. بكفيك إغراء أنه كل الأحزاب مع بعضهم هات لنا كمان هيدي وردة فعل. ونحن يعني بطبيعة الحال البشر بيوقفوا مع اللي بيعتبروه مستفرد، أنه ليش أنتوا واقفين كلياتكم ضده طالما أنا عندي خيار حر بدي روح أنا هون. مع أنه كمان بتلاقي من اثنين أوقات في ناس اللي بيربح بتلاقيها كلها تسوى صبت عنده على أساس أنه هذا خياره مش جيد، لكن أثناء المعركة ممكن أنك تلاقي ناس هون وناس هون. فإذا بدك تطلع على التفاصيل هاي التفاصيل، لكن هذا ما عم حاول أهرب من المسؤولية، في مسؤولية جدية رح نفوت فيها. بس خليني أكمل بعد معك، شو آفاق هذا التحول بالتصويت؟ هل كان ظرفي
نزل حط صوته وسجل اعتراضه، أم يمكن أن تكون له آفاق مختلفة تتأطر بإطار جديد؟ من المبكر جدا جدا انتخابات بكرة، هلا عملك من المبكر جدا جدا انه نستنتج هلا، لكن ما في شك انه هيدا خلال الاشهر اللي جايه رح يعتمد على جمله من الواقع، بعض العلاقه بتبلش بالبلديه، عم بحكي عن طرابلس، وفي محلات تانية في متشابه وفي اختلاف، ومن بعد ايضا من الاداء البلدي، وبتنتقل بعدها بجمله من الامور كيفيه اعاده تظهير الخيارات السياسيه المستجده او العوده الى الخيارات الاخرى، كيفيه اعاده تظهير 14 ادار بشكل عام اللي هي كمان تمثل جزء كبير من الراي العام الطرابلسي اللي في بعد. انا مقتنع ب 14 ادار، ان على الرغم من كل هذا موجوده عندي انا على الاقل، وبعتقد عندك موجودة، هي الرؤية اللي عم قلك عنها. إذا إجا وتظهر من جديد ممكن أنك ترجع تقول أني لا أنا غضبي خف، بدي شوف من جديد شو رح ينعمل. مش بالضرورة الأسماء القيادات هي ذاتها، أنا ما عم بحكي أنه والله أرجع لمع أسماء قيادات، بعدك عم بحكي الفكرة بحد ذاتها إذا بقدر أرجع جمعها من جديد وعيد الناس لقلها بهالشكل هذا. عندك مسائل العلاقة بالبلد كله سوا، الوضع الاقتصادي شو رح يستجد، ولكن الأهم ولا يمكن أنه يزيد عليه أي أهمية تانية هي الوضع الإقليمي، الوضع السوري، وبالأخص بالنسبة لطرابلس، لأنه الارتباط أكثر من عضوي بين طرابلس الشمال بشكل عام وما سيحدث بسوريا، لأنه هذا الأفق الاقتصادي الوحيد شيل كل الأمور. العقب أخيل الأساسي تبع الناس المدنيين اللي ما عم يجيهم المعاشات لا يقاتلوا ويروحوا على سوريا ويروحوا على اليمن ويروحوا على العراق هو الاقتصاد. خلينا نرجع لمطرح ما كنا بالحلقة الأساسية يلي هي بالتحديد وشو هي الأخطاء يلي برأيك يجب إعادة النظر فيها، ويلي طلع الرئيس الحريري بكل إفطارات رمضان حكي عن إصلاح، بس حضرتك أشارت بكل الأخطاء هي كلها أخطاء قيادية وليست أخطاء كوادر أو مسؤولين صغار. لكن خليني بلش أنه في عنك بكتير محلات نحن يمكن ما تصرفنا بجدية مع الناس وابتعدنا بمحل من المحلات، بس حضرتك أشرت إلى أخطاء بعدت الناس، عددت خيارات كلها سياسية كلها بتتعلق برئيس التيار. يعني حضرتك وقت اللي بتقول كل غلطنا وبتحمل مسؤولية، بس عمليا كل الأخطاء يلي سميتها حضرتك هي بيد الرئيس سعد الحريري. سعد الحريري قام وقال أنا بتحمل الخيارات مسؤولية الخيارات، لكن أنا بعرف من لأني بشكل وثيق بتفصيل كيف وصلنا إلى هالشيء هذا، وبعرف أنه بمعظم الأحيان، ما فيني أقول بكل الأحيان، لكن بمعظم الأحيان الخيارات الوحيدة اللي كانت متوفرة وخاصة المحطات الكبرى ما كان في خيارات غيرها، والخيارات الأخرى أنه مين قال لك كان في خيار مثلا عند سعد الحريري سنة 2009 أنه يقول أنا بطلت، أنا ما بدي، أنا رايح أشتغل محل تاني. الخيار تبع مثلا سنة 2009 اللي هو من الدوحة وصولا إلى سينسين هي خيارات دولية بكل معنى الكلمة، دولية بكل معنى الكلمة، وما حدا يفكر أنه والله لو عملنا هيك ولو ما عملنا هيك. ما كان في، كان فيك تعمل شيء تاني، واحد أنك تفوت بالحيط، تعرف شو هو؟ ولا بدي ألف ميليشيا جدية ومهمة ومنظمة لحتى واجه الخيار الآخر وبعدين ببحث بالحل. بس دكتور وقت التوصال حضرتك تعتبر أنه ما في إلا هذا الخيار وكنت ملزم أنه تاخده، يعني تنتفي ساعتها كل المسؤولية. أنا برجع بلك أنا مسؤول عن هذا الخيار، ما في مسؤول أني أنا أخذته. بتعرف ليش عم يطلع يقول أني نعم أنا اللي أخذت الخيار، لكن حتى عدد الأمور قال بأول خطاب لألو بلبيال
بالأفطار يعني من حوالي 3 أسابيع كان واضح تماما أنا عم بتحمل المسؤولية لأني أنا القائد، ما بدي أرميها لا على أخطاء عند وزير ولا أخطاء عند منسق ولا أخطاء عند الإطار التنظيمي. عم أقول أني أنا المسؤول عن الشغلات هذه، لأن حقيقة المشكلة هي بالخيارات الكبرى، والخيارات الكبرى بكل بساطة لم تؤدي إلى نتائج إيجابية. بس دكتور هو اللي عم بيقوله هيدا، ورجع أتبعه أنه رح غير كل الكوادر، ورح غير مكتب سياسي، ورح غير لا كل هو ما في يعني غير، كأنه أنه هن اللي مغلطين. ما في غير، هو قال أنا رح أعمل مؤتمر تنظيمي. المؤتمر التنظيمي إذا انتخبوا نفس الكوادر ونفس أو غيروا 80% أو 50% أو 30%، مش رئيس التيار هو اللي بتحكم بالقصة هذه. عمليا حضرتك تعرف أنه تيار المستقبل لا يشز عن قاعدة الأحزاب الثانية يلي قرارها بإيد الرئيس. خليني أقول لك، نحن نوعدنا بشي تاني، على أن وعدنا بشي تاني ما بالضرورة أنه يتحقق الشيء هذا، لكن حسب الحوار اللي جرى بالمكتب السياسي أنه الخيار سيكون للهيئة الناخبة، واللي بده يترشح يترشح. ما في شك أنه عادة الرئيس بيكون عنده نوع من الميل أنه يكون عنده فريق عمل معين، ما في شك هالشي هذا، لكن الوضوح كان بهالشكل هذا، أنه توسيع الهيئة الناخبة بشكل أنها ما ترجع تنتج حالها من جديد، تنتج نفس الشخصيات من جديد، وفتح خيار الترشح إلى الكل ويقوموا به. هلأ إذا بدك تطلع أنه لما أنت هيك، ما أكترية الشخصيات اللي ممكن تترشح وتنجح هي الناس اللي متعودين عليها، اللي بتطلع على الأعلام واللي موجودة هون وموجودة هون وموجودة هون. اللي بيقول الرئيس مش بيعطي كلمة سر. هلأ لحلك شغلة، هو كان واضح أنه الشيء اللي عملناه سنة 2010 بالمؤتمر التنظيمي لا يتكرر، ما راح يتكرر، لأنه عمليا كان ما كان في تعيين، لأنه على الأقل كان اللائحة اللي نزلت اللي هن أعضاء المكتب السياسي كان في كتير منها يعني مزكة من رئيس التيار ومن القيادة الأساسية. بدنا صعب لك الأسئلة هلأ. يلا بلش. حضرتك قلت أنه الخيارات يلي أخذت كانت خيارات دولية، وبالواقع لم يكن هناك خيار إلا هذا الأمر. لا، في خيارات أخرى أنك تقلب الطاولة. هل الإشكالات بالعلاقة مع القيادات الأخرى ضمن 14 أدار هيدا معطى خارجي؟ لا. هل ترشيح سليمان فرنجية هو فعلا معطى خارجي؟ أنا ما بعتقد أنه معطى خارجي، وبعرف أني هلأ لا، الرئيس الحريري ما قال أنه معطى خارجي. بعض الناس اجتهدوا اوكي وكانوا غلطانين باجتهادهم، بقول لك اياها بكل بساطه. طيب ويمكن بعتقد ضروا بالرئيس الحريري اكثر ما فادوه بهذا الوضع. طيب يعني عندما تكون الاشكالات نتيجه علاقات خاطئه او تصرف معين وترشيح الاستاذ سليمان فرنجيه كذلك، يعني ما بيكون كثير الخارج ضاغط الرئيس الحريري هو المخطئ. أنا ما بعتبر ترشيح الرئيس الحريري لسليمان فرنجية هو خطأ عند الرئيس الحريري، هو اجتهاد، وهذا اجتهاد سببه نفس الشيء اللي خلى الدكتور سمير جعجع يرشح بعدين لعماد ميشيل عون، اللي هو عمليا الذهاب إلى انتظام الشأن العام من خلال انتخاب رئيس جمهورية. بس ما واضحة أنه هيدا ردع هيدا انكيت. هيدي بتقلي وين القيادات الأساسية تبع 14 إدار كان فيها تتلافى الشيء هذا؟ هي هون المحل هذا. شو رأيك؟ أني ما حدا يفوت من كيب التاني. إنه مثلا لا سعد الحريري يرشح حدا قبل ما يكون متشاور بشكل دقيق وحسيس ومطول مع قوى 14 إدار، وما يلجأ إلى خيار بدون ما يكون من ضمن تفاهم قوى 14 إدار، ونفس الشيء الآخر بالنسبة للدكتور سمير جعجع. ما نعتبر المستقلين بقوى 14 إدار أن هن طفيليات ونعتبرهم أنه منو موجودين، لأنه عمليا 14 إدار انطلقت من مستقلي 14 إدار، ما كان في شيء اسمه أحزاب، لكن في تيار مستقبل وقتها
حقيقة منظم، كان في جو اسمه جو رفيق الحريري الشهيد رفيق الحريري، ولا كان في قوات لبنانية ولا تيار وطني حر ولا كان في شيء، كان في شيء مجموعة من القوى السياسية والشخصيات السياسية، مش قوى سياسية، شخصيات سياسية مستقلة اجتمعت وهي اللي حقيقة عملت 14 أيار بهذيك الوقت. فلهيك إذا بتقلي شو بقول لك، الخطأ الأساسي هو اجتهاد خارج جو 14 أيار من قبلنا ومن قبل الآخرين بقلب 14 أيار. كيف بتحلها؟ بترجع إلى أحد البنود اللي طلعت من السحور الأخير بين سعد الحريري وسمير جعجع، بيقولوا إعادة التشاور على مستوى الرئاسة على مستوى 14 أيار. هذا الشيء الوحيد اللي ممكن أنك ترجع تطلع من هال. بس دكتور يعني ما بدك كتير بحث، في ترشيح الأستاذ فرنجية وفي ترشيح ميشيل عماد ميشيل عون، مين بده يساوم على اللي طارحه؟ ترجع بتنزل على 14 أيار بين القيادات الأساسية وبتتفتح الحوار خلوة يوم اثنين ثلاثة أربعة، بتطلع بخيارات ما بالضرورة تكون مبنية على أنه رأي يغلب الثاني، لأنه حقيقة خلينا نرجع بكلام قلته أنا من هالمنبر من فترة مش طويلة، قلت بهالدقة لو نجح خيار سليمان فرنجية وعمل رأي جمهورية كنا هلأ بجو تاني، كنا عم نحكي مين وزير هون ومين عمل هون رئيس وزراء ومين قائد الجيش ومين هيدي انتو كطرف ما عنده خصومة تاريخية معه يعني. خلينا برجع، لو نجح خيار ميشيل عون كمان كنا بجو تاني، يعني كنا نحن قاعدين عم نفكر بهلأ أنه في عندك رئيس جمهورية، بدك تفكر على بقانون الانتخابات وين بدنا نوصل وبدنا نحكي. طالما الخيارين الاجتهادين وبيقول اثنين أنه نحن عم نجتهد لأن حتى يكون عندنا رئيس جمهورية. طب حضرتك مع خيار طول بالك، أنا رئيسي اسمه سعد الحريري، ما لح ناقضه مع أنه أنا خياري بمكان آخر، خياري بفارس سعيد مثلا، خياري بسمير جعجع، خياري بسمير فرنجية، إذا بدك تيجي شو رأيي خياري بهالمحلات هيدا، خياري بمصطفى علوش، يعني عارف شو يعني شخصيات تتناسب بهالتطلعات هيدي. بتقول لي هلأ شو بقول لك، هذا رئيس تبع تيار المستقبل ما بيجي بروح بحط له أنه والله أنا بدي نقدك، لا حبيبي بستقيل ساعتها من تيار المستقبل وبحكي مثل ما بدي بهالحالة هيدي. أنا ما بعتبر أنه الخيارين ناجحين، مش لأنه الشخصيتين ما بيناسبوني بس فقط، لأنه لم تصل هالخيارات إلى نتيجة. إذا قلت أنا بدي عض على الجرح أو بدي أشرب المر لحتى أعمل رأي جمهورية لحتى تنتظم الدولة اللبنانية، في أفق زمني. شو الأفق الزمني اللي بدي حطه؟ بقول والله 3 أشهر ما نجحت بدي أروح محل تاني، ما نجح هذا الخيار بدي اعتذر من اللي رشحتهم وقال لهم هذا الخيار يبدو انه لا افق له، خلينا معكم انتو نحكي بخيارات اخرى. دكتور خلينا نتوقف فاصل اعلاني بعد ان نتابع هذه الحلقه الشيقه في ملفين بعد، هل يسير تيار المستقبل بتسويه يجري الحديث عنه قوام العماد عون مقابل قانون انتخاب، وماذا عن الوضع المالي في التيار، من يتحمل مسؤوليته، وهل سيؤدي إلى انهيار هذا التيار؟ محطة وجيزة ونعود. نتابع مشاهدي أم تي في هذا الحوار ضمن بيروت اليوم، وضيفنا الدكتور مصطفى علوش النائب السابق وعضو المكتب السياسي في تيار المستقبل. الدكتور بالتحديد يجري الكلام، شفنا زيارة الجنرال لسماحة المفتي الجمهورية، في حديث وأجواء عونية أنه خلص ما بقى في خيار إلا العماد ميشيل عون، وثمة ما يجري مفاوضات شي محل ما للاتفاق على صلة كاملة أو مقايدة الرئاسة بقانون انتخاب، هل أنت بجو هذه المسائل؟
هلا الاعلام اشتعل على مدى الثلاث اسابيع الماضيه بهالجو هذا يعني، وطبعا كان الايحاء بسله متكامله عند الرئيس نبيه بري، ايضا حسب ما كمان الاعلام حكي وقف عند حاجز حسن نصر الله، يعني انه لا ما وقتها هلا القضيه هذه، وانا مقتنع بهالشيء هذا انه لا يمكن لحزب الله يفتح مجال لاي حل بالوقت الحالي، بعد الامور بمكان اخر. نحن بنحكي ببلوكات نفط وبنحكي برئيس جمهوريه، نحن بشر عاديين ابناء هذا الوطن المعذب، لكن ابناء امه حزب الله بيحكوا بمكان اخر، بيحكوا برؤيه استراتيجيه بالمنطقه كلها تسوى، انه صرنا دافعين مليارات الدولارات من المال النظيف والاف القتلى من الشهداء والمجاهدين، تمن منه بتفصيل بسيط له على اسمه رئيس اسمه ميشيل عون. بس هون يعني بيتجاوب بالجواب التلقائي من حزب الله، جربونا شو ميشيل عون. ماشي هلا اذا انتم بتعتبروا انه حزب الله ما بده انا رح اجربه واقول له اصحاب حليفك الاخر دغري مباشره، ما يعني في اسهل منها. يعني الاستاذ سليمان فرنجيه تصريح واضح وصريح على تويتر او فيسبوك او ما بتذكر شو، سيد الكل حسن نصر الله سيد الكل، طالما هو سيد الكل معناتها شو بيعمل؟ بيقدر يقول له لا الاستاذ سليمان فرنجي. هديك اسهل دكتور، شو هي؟ تنزلوا على البرلمان. رح ننزل على البرلمان وبننتخب اللي بدنا اياه. لا بس انه عمليا انتم مراهنين وكل خطابكم بالمرحله الماضيه انه حزب الله لا يريد بالفعل والحقيقه العماد ميشيل عون، خلينا لا يريد رئيس جمهوريه مش عماد حتى خلص. اذا هو بده اياه خليمون على جماعته وينزلوا ينتخبوا رئيس جمهوريه. نحن كتيار مستقبل ما رح تنتخبوا ميشيل عون، ما مش هون. يمكن في ناس بقلب التيار شو بعرفني، ما انا ما بدي افترض هالشيء. هيدا ما في شك انه اذا بتحكي باسم العماد ميشيل عون بين نواب تيار المستقبل ما حدا بيقول لك، كليتهم رافضينه. بس ما معناتها هذا انه بضمن جو سياسي معين انه هالشيء رح يدل هو ذاته. نحن منا بعقيده رفض ميشيل عون، في وقائع حقيقه ادت الى هالشيء هذا. لك خلينا نرجع للمساله التفصيليه. تيار المستقبل بيمون على اقل من ثلث عدد نواب البرلمان اللبناني، واقل بمنيح، مزبوط ولا لا؟ بالارقام اذا انت بدك تامن النصاب فيك بمنع عن تيار المستقبل تأمن النصاب، مع أنه تيار المستقبل لح ينزل وينتخب. إذا أنت بدك تأمن انتخاب مين ما كان أكس من الناس، محمد رعد رئيس جمهورية، فيك تنزل أنت على مجلس النواب وتجيب 51% إذا حقيقة قادر تعمل هالشي. عندك سلة من الحلفاء اللي قادر تقنعون، سلة واسعة من الحلفاء اللي قادر تقنعون. أما إذا أنت عارف أنك منك قادر تمون على 51% أو ما بدك تمون على 51%، ساعتها ما تحط القضية عند الآخرين. الآخرين عم يجوا يعملوا واجباتهم، عم ينزلوا كل مرة على مجلس النواب، ولح ينزلوا على مجلس النواب حتى ولو كانت الأكترية تميل إلى مين ما كان. إلى مين ما كان، ما ترجع بلك ما على النائب محمد رعد يا حبيبي مستعدين ننزل لنأمن النصاب، بس ما فيك تفرض علي مسبقاً اني انتخب حدا مني ما اقتنع فيه لاسباب موجبه ما بعرف شو هي. هلا في انا بعرف شو هي، بعرف تفصيلاتها، لكن عمليا ما تجي تقول لي اني انا بدي عين العماد ميشيل عون مسبقا رئيس جمهوريه وانزلوا انتخبوه. ساعتها ما في داعي انزل انتخبوه، ما في داعي. لهيك انت عم تكسر العمليه الديمقراطيه، بتصير كمان مثل المرشد الاعلى بايران انه انا بحب انه روحاني هو يطلع رئيس جمهوريه، ساعتها بطبيعة الحال التوجه العام أو شوف اللعبة بدي خفف من وضع الإصلاحيين من الفورة تبعتهم، برشح 4-5 من التقليديين وما بسحبهم كليتهم سوا، برشح روحاني. يعني عمليا هيدي المبدأ أنه نعم في محاولة للتصرف بلبنان كمرشدية عليا، ولكن أنا رأيي انه اللي ينتظر حزب الله هو ابعد بكثير من سله متكامله، حتى ولو كان فيها مكاسب كبرى للطائفه الشيعيه بهذا البلد. دكتور رح نرجع نفوت بالتحديد
ودي سألك سؤال مباشر، هل بإمكانك أن تجزم أنه بالمدى المنظور تيار المستقبل لن ينتخب العماد ميشيل عون، وما يحكى عن مقايضة بين قانون انتخاب الرئاسة مش واقعي؟ بأكد 100% أنه هالشيء غير واقعي، بأكد 100%، لأنه عمليا قانون الانتخاب ما بقى في حدا يعمل له شانتاج فيه أنه تعا مقايضة بهالمسألة هذه، لأنه كل الأحزاب اللبنانية اللي كانت عم تطرح عقيدة القانون النسبي، عقيدة صاروا بوقت من الأوقات أنه بتكون أنت متخلف إذا ما مشيت بالقانون النسبي، شافوا نتائج الانتخابات البلدية، حسوا بالسخن أنه وين بده ياخدنا قانون نسبي بهالحالة هيدي، أكيد ما لح نقدر نعمل مثل ما نحن مفكرين أنه بدنا نعمل. دكتور، أشرت حضرتك إلى أنه ما في حديث بالسلة المتكاملة، السلة الكاملة، وأنه منطرح حزب الله هو الذهاب أبعد من ذلك. ما بتعتقد أنه إذا طال الأمر وأكثر تفككت ما تبقى من منظومة الدولة رايحين ربما مطرح ما بدكن إياه بالتحديد؟ كلياتنا مراهنين أو كل التنازلات والتسويات اللي بعضها قد يبدو مزل وفي خسارة وفي خسارة ماء وجه، كان هدفها أنه إبقاء جمهورية البطريرك الحويك، إبقاء والبقاء عليها. وأنا هلأ عم بحكي، قد يستغرب البعض، أنا كمسلم سني بعتبر أكبر كسب لسنة لبنان هي جمهورية البطريرك الحويك، لأنه عمليا قدرت عطت فرصة لأبناء هالناس اللي عايشين بقلب هالبلد بظل نظام طائفي، بظل نظام في غلبة للموارنة واللي بدك إياه كله سوا، أعطت فرصة للناس أنها تتعلم وتتثقف وما تعد تحت نير الدكتاتوريات القائمة بالمنطقة. بس هيدا سيكون كله مهددا فيما لو بقيت الأمور على حالة بالوقت يلي حل العماد ميشيل عون متوافر، وضرره قد لا يكون أكثر بكثير من ضرر الأستاذ فرنجيني. خليني أطلع على أرجع عيد على حالي، يعني عم نلف وندور، وأنا جاوبت على الجواب. إذا كان هذا حقيقة بعد ما في معطيات كفاية لدى تيار المستقبل تخليه يقتنع أنه خيار العماد ميشيل عون، حتى لو كان معروف تاني مال وين شو هو الوضع، يعني عم ينحكى بتغيير نظام، عم ينحكى ربما بتغيير حدود، في تغيير حدود مؤكد. خلينا ماشي هذا سؤال، في تغيير حدود مؤكد، وانا بعتقد انه هذا ما ينتظره حزب الله هلا. طيب بس انه عم تهيئ له الطريق. لا برجع بقول لك، خلي يعني لحد هلا ما تبلورت امور. خلينا اقول لك، تيار المستقبل وسعد الحريري بالذات من عنده عقيده لا للعماد ميشيل عون، في رؤية بعدها ما أنا واضحة معه بصراحة. خلينا نقول لكانت في استعداد لبحث الأمور 100%، حتى بموضوع تغيير الخريطة وكل هالقد صرنا هونيك. لا، ما وصلنا لهالمرحلة هذه. نحن بالنسبة لنا تيار المستقبل مثله مثل معظم القوى اللبنانية ومن ضمن حركة أمل، يعني خليني أكد على الشيء هذا، لا ترى مصلحة بتغيير الخريطة، لا ترى مصلحة. مين عم يشتغل لكين لتغيير الخريطة؟ وين بتتوقع تصير؟ اللي رؤياه أنه هو أمة حزب الله، اللي رؤياه أنه هو لا ينتمي إلى أم صغيرة اسمها أمة لبنان، أوكي، أو المواطنين اللبنانيين، بيبين التأسيسي بيقول أنا بنتمي لهيداك المحل، بتصرفاته بخطاباته بيقول لك أني أنا ما بقى عندي حدود. يعني مثل ما داعش كسرت الحدود التقليدية اللي كانت من أيام سايكس بيكو، حزب الله أيضا اعتبر أنه هذه الحدود غير موجودة، وقال صرح حسن نصر الله بأكثر من مناسبة بخطاباته بإعلاناته، وأصلا العبور الحدود من لبنان وصولا إلى إيران، مرورا بسوريا، مرورا بالعراق، وصولا إلى إيران، عم يأكد هالشيء هذا بآخر خطاب. قال نحن بعثنا مدربين وخبراء إلى العراق، مزبوط ولا لا، لتدريب الحج الشعبي، وما بعرف إذا بيعطين مقاتلين، ماني أكيد يعني لحد هلأ ما رجع لنا حدا لحتى نعرف إذا قتلوا هونيك، وما بنعرف إذا بعض الناس اللي عم يعلن عن أنه هن قتلى بسوريا يمكن يكونوا كمان هونيك، ما بعرف هالشيء هذا.
لكن عمليا اللي عم يتطلع لنفسه أنه هو خارج إطار الحديث هذا هو منه مثلنا متواضعين. نحن شخصيات ناس لبنانيين متواضعين برؤيانا، بنعتبر أنه أكثر شيء ممكن ونطمح له هو أنه البلد 10452 كيلومتر مربع، هذا اللي بدنا إياه، يدل مناطق الشرق أو يرجع مناطق الشرق، يرجع بلد تعددي ديمقراطي في خبرات وفي اقتصاد، وأنه بكرة إذا هديت المنطقة نحن بترجع بتنفتح الأفاق لألنا، هذا اللي عم نطمح له. أما الآخرين هن معلنين عن نفسهم، معلنين أنه جزء من، برجع بأكد، أمة حزب الله التي نصر الله طليعتها في إيران. وعمليا لحد هلا كل التصرفات أنه المرجعية الأساسية عندك للحرس الثوري. عندك انطباع أنه رايحة المنطقة على تفكك وتغيير حدود؟ قبل كل شيء الحدود اللي انرسمت سنة 1917 نحن سميناها حدود مؤامرة، ما سموها المسلمين بالمنطقة، ما سموها أنها مؤامرة الاستعمار العروبيين، خلينا نسميها غير المسلمين، في العروبيين اللي كانوا قيادتهم بالأساس مسيحية الشرق الأوسط من أيام نصيف اليازجي وصولا إلى قسطنطين الأزرق وغيرهم، جورج حبش ووديع حداد وكلهم هؤلاء اعتبروا أنه سايكس بيكو هي مؤامرة، صانعة الاستعمار. أوكي طيب، هيدي هالحدود ما يعني منها مقدسة بالأساس، منها مقدسة. مين قال أني أنا إذا مجيت حطيت مسطرة بين العراق وبين الأردن وبين السعودية ورسمت خط صار هذا مقدس؟ عمليا 100 سنة إذا ما كانت، إذا كانت الناس كان إلا جزورة تاريخية طبعا، ما يعني يبدو أنه ما إلا جزورة، العكس هي جزور تاريخية. إذا بدك تطلع العكس، جزور تاريخية قبائل، جزور المنطقة التاريخية هي قبائل فخذ فلان وفخذ فلان. حتى أثناء الدولة الإسلامية اللي امتدت من الخلفاء الراشدين إلى الخلافة العثمانية بقيت تعتمد على أنه هذا القبيلة الفلاني. الخلفاء الراشدين كانوا حتى الصراع القائم بيناتهم كان بين جزء من هالقبيلة ضد جزء من هالقبيلة. عند الأمويين نفس القصة، ورجعنا للعباسيين العثمانيين، عمليا بقيت نفس العقلية. إذا بدك تجي للجذور التاريخية جذورنا القبيلة، وإذا بتطلع لحد هلأ يمكن بكسروان بيقول لك هذا من عائلتي ولا من هنا عائلتي، يعني على الرغم من كل المتغيرات. والوقائع التاريخية ما قدرت تحكم هالمنطقة على مدى قصير من الزمن اللي هو لمحة بالتاريخ إلا بوجود ديكتاتور على رأس كل كيان مصطنع قائم بلده، كل ما يرفع واحد راسه. بس عمليا بتشوف دكتور انت بكل باستثناء الدولة الإسلامية في العراق والشام اللي كمان ارتبطت بأماكن، حتى ما عندك دعوات لتجاوز الحدود اللي طلعت من بعد الحرب العالمية الثانية. ما يعني مثلا صحيح. السوريين المعارضين ما بدهم تغيير حدود، هذا كلام، بدهم المعارضين تغيير حدود، مش تغيير حدود. خليني أقول لك شغلة، إذا حدا فكره يعني حتى هذا يعني أنا بقول لك بشكل شخصي طرحته مع المعارضين بمؤتمر صار بإسطنبول من حوالي سنتين ونص، وكنت واضح لأن ما حدا يخاف من طرح تغيير على البنية إذا بيجيب سلام، إذا بيجيب سلام لهم، لأنه تذكروا أن الوحدة على الدم على مدى سنوات طويلة شو دفعت العالم. لكن أي كيان مستقر، وعطيت مثال سويسرا جانا مرة واثنين، لأن الكيانات إذا ما لقيت سلامة واستقرارة والبحبوحة اللي هي أهم شيء، السعي للاستقرار والبحبوحة بالآخر، وأنك تفرح وتأمن سلامك، لا يمكن أنك تطرح لهم بقى مسألة وحدة بالقمع ووحدة بالكيان بدون ما يكون هو ملاقى شيء. أعطوه فرصة لقيام كيانات خلينا نسميها فيدراليات صغيرة أو موسعة أو شيء، لحتى تقدر كل كيان يأمن على حاله، ومن بعدها ساعتها فيك تطرح سوق مشتركة واتحاد مشترك. أما عمليا هذا الحديث أنا لا أقبل إلا بوحدة. طيب ماشي الحال، وحدة تراب بس بأي شكل، بأي شكل بدك إياه.
هلأ بقى فيك ترد سوريا، قوات سوريا الديمقراطية تقول لها أنت بدك ترجعي على حكم ما الكردي ما له كيان حقيقة موجود فيه، أو التركماني، أو يعني فوق مسألة المسائل المذهبية في عندك مسائل إثنيات وقوميات مصغرة فاتت على اللعبة بدك تأمن لها خياراتها. إجا وودرو ويلسون بالحرب بعد الحرب العالمية الأولى قال له حبيبي زمن الإمبراطوريات ما بقى فيه دل مكمل، بدك تطرح خيارات أخرى هي حق الشعوب بتقرير المصير. أنا بدي أرجع على هذا المبدأ، ما بقى في مجال، يعني سوريا يمكن إمبراطورية مصغرة لأن جامعة شعوب متعددة بقلب كيان واحد بقوة السلاح وقوة الحديد. العراق بأكد لك أنه شعوب شعوب، أنا ما عم بحكي أنه والله في شعب شيعي وفي شعب سني وفي شعب سني كردي موجودين بهيديك المنطقة، في شعوب أن في شعوب متعددة حتى لو كانوا يحملون صفات مشتركة لغة مشتركة لكن شعوب متعددة. دكتور، الموضوع يلي كمان كتير عم ياخد اهتمام اليوم ولو كان ضاق الوقت هو موضوع الأزمة المالية يلي عم يمر فيها تيار المستقبل، يلي كتير ناس كمان اعتبروا أنه إلى نتيجة على كانت الانتخابات بتأثر فيها البلدية. اليوم عم نشوف إلى أين هذه الأزمة وجاي انتخابات بعد 10 أشهر، ألا تخشى قيادة التيار من الوصول إلى انتخابات نيابية بهالحال؟ ليك خليني أكون واضح، نحن صلنا من سنة 2009 عم نشتغل على أساس ما في مال من 2009، وأنا مسؤول منسئية هي أكبر منسئية تقريبا بلبنان بعد منسئية بيروت. ربما كنا عم نشتغل انه ما في عندنا مصاري، وبقينا عم نشتغل وبقينا عم نناضل بهالطريقه هيدي. اي تيار سياسي بيعتبر انه رئيسه لازم يكون ملياردير حتى يمشي معناته افضل يسكر من اول نهار. الرئيس سعد الحريري عنده شركاته وعنده مؤسساته، هو يلاقي الطريقه لكيف بده يطلع من لا بس المكنه هي بدها تمشي، بدها المكنه المفروض نلاقي خيارات بديله واخرى. أنا عم بطرح وبرجع بأكد علينا نحن كمحاسبين بقلب تيار المستقبل أن نساهم بتمويل تيار المستقبل من شطروك الرأي؟ ما بعرف إذا في كتير ناس، في عندي ناس موظفين وعمال بقلب تيار المستقبل بطرابلس مستعدين يساهموا ب5% من معاشهم الشهري. أنا برفع لهم التحية وبنحني قدامهم، وهول أوضاعهم منهم منيحة بس هول مستعدين، وهول ناضلوا معنا على مدى السنوات الماضية بدون مش بس بدون أي مقابل، كانوا يصرفوا من جيبتهم لتمويل بعض المشاريع الصغيرة. علينا أن نأخذ المثل من أكثر ناس مناضلين بقلب التيار اللي هن مستعدين يفوتوا من هون، ومني وجر ومني وجر خلينا نوصل لأي مكان آخر بقلب التيار. بس إنه أنت إذا كنت مناصر أو موظف أو صحافي أو 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 بتقرأ بفوربس إنه ثروة الرئيس الحريري 1.6 مليار، ما لي علاقة فيه. طب هو مش توظف على أي أساس هون الناس؟ الوظيفة شيء، عم نحكي عن الوظائف. وظائف هيدي مؤسسات على كل موظف أن يأخذ حقه، إن كان تعويضات وإن كان معاشات. اللي بده يبقى ومعاشه بده يدل ماشي. وارجع بقول لك انا بالنسبه لي بفصل هالقضيه هيدي عن التيار السياسي. المؤسسات من تلفزيون ومن اذاعه ومن موظفين مداومين او من الشركه، خليني انا ما افوت هيدي على الرئيس الحريري وهو عم يعمل كل جهده. يعني انا بعرف هالشيء هذا لتحقيق التوازن هذا، اول شيء لايصال الناس لحقوقهم الأساسية كموظفين، وإعادة توازن بالمؤسسات القائمة. لكن هذا أنا ما لح فوت فيه، ما لي علاقة فيه. أنا علي أن يفوت بالقضايا التنظيمية، القضايا السياسية، وأيضا أرجع أعتمد أنه تيار المستقبل بده يمشي بتمويل ذاتي، والتمويل الذاتي هو يجب أن يكون من المحاسبين ومن أيضا المتمولين اللي موجودين على بقلب تيار المستقبل. لازم نمشي بهالطريقه هيدي، والا عمليا
ما له طعم يكون في تيار سياسي. انا دائما بتذكر فتره الاحزاب السياسيه القديمه اللي كنا موجود، الاحزاب اليساريه اللي كانوا يتمولوا من الجريده، كانت جريده النداء عند الشيوعيين تنباع بليره اشتراك، وكانوا من خلالها يمولوا انشطه، يجيبوا احمد قعبور ويجيبوا مارسيل خليفه ويجيبوا يعني عمليا او ما شابه، او قبلهم كان الشيخ امام حسب ما بتذكر. عمي ماشي الحال، الطوباوية بهالأمور هيدي منا سيئة. دكتور مصطفى علوش النائب السابق وعضو المكتب السياسي في تيار المستقبل، أهلا بك دائما، جدد تمنياتنا لك بسنة خير وبركة. شكرا. مشاهدي ام تي في نجدد أيضا التمنيات لكم بعيد فطر سعيد، ونذكركم أن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر صفحتنا ام تي في لبنان نيوز على موقع تويتر وفيسبوك وامتيفي.com.lb. إلى اللقاء.